التاريخ 11/6/2011 الساعة 7 بتوقيت الجماهيرية العظمى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام الحراري من الزاوية بيكثر إن شاء الله. يعني بدنا نسألك اليوم قداش التاريخ؟ التاريخ اليوم 11 الحوادث الوطنية من الأراضي الليبية البريطانية والأمريكية من الأراضي الليبية وإن شاء الله بإذن الله من نصر إلى نصر ونهني لحظة هذه الثورة بعيد الإجلاء وهو تاريخ 11/6/2011 وإن شاء الله من نصر إلى نصر بإذن الله الزاوية بخير ومحتفلين إن شاء الله بإذن الله. توصف لنا الحالة اليومية باعتبار أننا حاليا موجود الساعة 7 موجودين في الزاوية، توصف الحالة الموجودة في شبيك الزاوية في الوقت الحالي. والله شبيك الزاوية بخير والوضع 100 وفرحين عندنا حلف الناس وهذا ما هوش حلف انه هو حماية المدنيين وهو جاي طامع في خيرات ليبيا خيرات الوطن العربي مهني لخطة الثورة وهو الآن محتفلين اليوم ب 11/6/2011 من إجلاء قواعد أمريكية الأراضي الليبية إن شاء الله نصر لا نصر بإذن الله إن شاء الله أخوي إن شاء الله نصر لا نصر إن شاء الله الله ومعمر ليبيا بس الحالة اليومية كيف شفت الأجواء اليوم واحنا نختتم بهذا الانتصار التاريخي العظيم للشعب الليبي؟ إن شاء الله. سلام. متعرف عليك؟ ناجي. انت حاليا توا الساعة قداش تقريبا؟ الساعة 6. انت حاليا شوف فيك تلعب دراجتك انت؟ نعم الامور باهية. حاليا نبغى تقول للجماهير شنو اخبار الزاوية توا وانت تلعب دراجتك في الزاوية؟ بشيء هاني هانية. باي شنو تقول باسم اطفال ليبيا؟ شنو توجه رسالة لحلف الناس اللي يبصق فينا كل ليلة؟ مش قصد فيك يضبين الناس غابة مش ما عسكرية ولا شيء. واليوم اخبارك من التحقيق بالذكرى 41 اشتغل قواعد امريكية شنو تحب تحب توجه الكلام في الله ومعمر ليبيا بس. بارك الله فيك. Gracias.
عفوا عليك. سامي بغريب سالم موجود. سالم اليوم قداش كنت في التاريخ؟ اليوم 11/6 2011. احنا موجودين توا في مدينة الزاوية، المقطع في نبدا على مدينة الزاوية والحركة في مدينة الزاوية. لا الحمد لله والله كويسة و100 100 زي اللي قبل. توا احنا المقطع تقريبا قريب المغرب شوية احنا. اي نعم. يعني هذا الساعة 7. الساعة 7. اي نعم. يعني نبدو نقول انت ما شاء الله انت وعائلتك وتجوا في شوارع الزاوية. ايوه شارع ام المقطع. شارع المقطع. اي نعم. يعني نعرفوا نقول الحركة كويسة والحياة الطبيعية عادية. 100 100 قسم بالله كويسة، والله ومعمر وليبيا وبس، الله ينصر ان شاء الله. بس الله ينصر الاخ القائد معمر قدافي اللي بفضل القائد نحيي الذكرى اليوم اللي هي اجداء القوات الامريكيه على ارض الوطن والفاتح ابد. بدمنا وبروحنا وبعيوننا وبقلبنا واحنا فداء شعبا رجال نساء اطفال ما عندنا مشكله. ذكرنا صادقا اليوم 11/6/2011 في احياء الذكرى 41 لاجداء القواعد الامريكيه على ارض الوطن.